بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم في موكب الدعوة. في الحقيقة خلال هذا المشوار المبارك من البدايات في التعليم والتحاقكم بالكلية وتعليمكم فيها، الشيخ صالح، لابد وأن هناك العديد من الشخصيات التي تأثرتم فيها والتي كان لها أثر على حياتكم وعلى توجهكم نحو طلب العلم الشرعي، أو على الأصح نقول هناك العديد من المشائخ الذين أخذتم عنهم وتلقيتم عنهم. هل من الممكن أن نستمع من فضيلتكم إلى بعض أو أبرز هذه الأسماء؟ الحمد لله، أنا تعلمت على مدرسين كثيرين في مراحل التعليم وانتفعت بهم والحمد لله، وجزاهم الله عني وعن زملائي خير الجزاء. ولكن من أبرز من استفدت منهم من أهل العلم المرحلة الابتدائية اثنان، هما شيخي الشيخ إبراهيم بن ضيف الله اليوسف في مدرسة الشماسية، ثم فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد المحسن بن عبيد في بريدة لما كنت في السنة السادسة الابتدائي، لأني أكملت الابتدائي في المدرسة الفيصلية في مدينة بريدة وكان مدرسا فيها، استفدت منه في علم الفقه والتوحيد وقرأت عليه بعض القراءة في المسجد. وأما في المرحلة الثانوية المتوسطة والثانوية فاستفدت من مشايخ كثيرين من السعوديين ومن غيرهم من المنتدبين للتدريس هناك، من أبرزهم الشيخ صالح بن عبد الرحمن سكيتي رحمه الله، استفدت منه في الفقه التوحيد. الشيخ محمد بن عبد الله السبيل حفظه الله، استفدت منه في علم الفرائض والمواريث. والشيخ صالح بن إبراهيم البليهي رحمه الله، استفدت منه في علم الفقه. هؤلاء من أبرز من انتفعت بهم في الفقه والتوحيد. وأما في مرحلة المرحلة العالية في كلية الشريعة استفدت من فضيلة الشيخ العلامة شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في مادة الأصول، أصول الفقه. وكذلك استفدت من فضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله في مادة الأصول ومادة وعلم العقيدة، علم التوحيد. وكذلك استفدت في الفقه من، وإن كانت المدة معه قصيرة، من فضيلة العلامة الفقيه الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي رحمه الله. هؤلاء من أبرز من انتفعت بعلومهم. واستفدت من مشايخنا المصريين في علم اللغة العربية وعلم الصرف وعلم البلاغة والبيان، استفدت من شخصيات علمية فذة منهم غفر الله لأمواتهم وحفظ أحياءهم. هؤلاء من أبرز من تأثرت بهم. وكنت أحضر في مدة دراستي في بريدة، كنت أحضر دروس العلامة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله، وكانت دروسه في الفقه والتوحيد والنحو والفرائض تواكب دروسي في المعهد، ولذلك كنت أحضر دروسه وألازمها لأنها شرح لدروسي التي أتلقاها
في المعهد العلمي. نعم أحسنتم وأثابكم الله.